إلى كل من لا يتوفر على إمكانية الاتصال بالإنترنت، اليوم أصبح الأمر ممكنا مع بادرة مغربية هي الأولى من نوعها. ويفي حداك سيمكن زبناء الشبكة العنكبوتية من الاستفادة مجانا من صبيب عال أينما حلوا وارتحلوا. هدفنا الأول هو توفير إمكانية الاتصال بالإنترنت بصبيب عال، خاصة في الأماكن العمومية كالشواطئ والشوارع، على أن يعمم قادما بالمركبات الجامعية. sur la plage de Sidi Bouzid bientôt et également les complexes universitaires à l'entrée inchallah. بلغة الأرقام وحسب البحث الوطني السنوي للتكنولوجيا، عدد مستعملي الإنترنت بالمغرب يبلغ 15.6 مليون مستعمل، 53% منهم يرتبطون بالإنترنت يوميا. للبوبليك و غراتوي بيان سور غيعاوني انا في سواب في لا في بروفيسيونيل ديالي ولا في لا في بيرسونيل ديالي، يعني في عوض لان اوتيليزي ناكل 3 جي ديالي ولا لا دي اس ال في الدار. هاد الويفي اللي داروا مزيان في الحق، تيسمح لك انك في لي زيسباس لي اوفر انك تكون. التكنولوجيا الجديدة ويفي ستعمد المزاوجة بين نظام الجيل الثالث للاتصالات ونظام الاتصال اللاسلكي بالشبكة لتوسيع رقعة الاستفادة لدى العموم.